أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، تجعل الحزن إذا شئت سهلا وبعد. نحن مع هذه الوقفات القرآنية والتي يتحدث فيها الله سبحانه وتعالى عن أشياء محددة وعن أماكن، كل مكان منها يعيد إلى الذاكرة قصة نبوة من النبوات، وذلك قوله تعالى: والطور وكتاب مسطور، وفيه إحالة على الطور وما يشير إليه من نبوة موسى عليه السلام، والكتاب المسطور الذي كان هو أثر هذه النبوة، وهي التوراة التي أوحاها الله سبحانه وتعالى إلى موسى. ثم انتقل الحديث بعد ذلك إلى البيت المعمور، وهي كما قلت مكة وما حولها، بيت الحرام، على اختلاف أقوال العلماء في ذلك، وهي كلها أقوال متقاربة ولكنها تدور كلها على مكان معين هو مكة، وهي منزل الوحي. مكة هي منزل الوحي الخاص الذي خصت به الأمة، وهو الأمة الإسلامية، وهو مكة وما حولها. طبعا الوحي تنزل في مكة ابتداء، ثم تنزل في أماكن أخرى، ونزل في الأماكن التي انتقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، وكذلك تنزل في ليلة الإسراء والمعراج، نزل عليه أيضا من القرآن شيء قليل: اسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا. وهذه تنزلت في خارج هذا الإطار، مكة والمدينة، بل كانت في بيت المقدس. ثم المقصود هو أن هذا يحيل على نبوة معينة، هي نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وكما أن الطور، جبل الطور، ارتبط بالوحي الأول لموسى عليه السلام، فقد ارتبط كذلك اسم غار حراء، حراء بالنبوة أيضا الجديدة، بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. والمعنى من كل ذلك أن هنالك سلسلة نبوة، هناك نبوة موسى عليه السلام، واليهود يقرون بها ويعترفون بها ويرون أن موسى نبي، ويقرون كذلك بالكتاب الذي أنزله الله على موسى وهي التوراة. إذن فالمبدأ مبدأ معروف في الحقيقة. أهل الكتاب لا يمكن إقناعهم بقضية الوحي، لأنهم أساسا هم مقتنعون بالوحي، وإلا لما كانوا مصدقين بأنبيائهم. فمجرد الإشارة إلى كتبهم وإلى أنبيائهم يجعلهم أمام هذا الأمر، وهو أن يعترفوا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا فسيكون الأمر عبارة عن تحكم وتشهي، أي أن تؤمن بالنبي لا تؤمن بالنبي، مرة تؤمن بالرسالة ومرة لا تؤمن بالرسالة. تبقى قضية نفسية، قضية حسد، قضية اعتبارات أخرى ليست لها صلة بالمبدأ. أي المبدأ هو أن النبوة حق، وأن اليهود إنما كانوا يهودا بسبب أنهم انتموا إلى نبوة معينة. والقرآن إذن ينقلهم من تلك النبوة، نبوة موسى عليه السلام، إلى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يتحدث القرآن الكريم عن شيء آخر، أي بعد أن تحدث عن البيت المعمور، تحدث الآن عن مكان آخر، وهو السقف المرفوع. وهذه نقلة أخرى، السقف المرفوع هذا حديث آخر. السقف كل ما علاك وكان فوق رأسك فهو سقف، والسقيفة المكان الذي يجتمع فيه الناس يعلوهم ويظلهم، أي كل ما كان فوقك فوق رأسك فهو سقف، من حيث المبدأ، من حيث اللغة. لكن إن كلمة السقف الآن بحسب الاستعمال دائما انصرفت إلى شيء هو بناء، شيء هو بناء يظل الناس، والناس يصنعونه ليستظلوا به. فالسقوف لا تأتي هكذا،
سقوف هي أماكن يبنيها الناس ليستظلوا بها وليحتموا بها من حرارة الشمس ومن لفح الشمس ومن سقوط المطر وما إلى ذلك. فهذه أسقف لا يمكن إلا أن تكون من هذا النوع، إما بناء أو ما هو في حكم البناء كالخيام وما إلى ذلك مما يستظل به الناس. ولكن هو على كل حال ما كل ما أظلك فهو فوق، وكان فوق رأسك شيئا ماديا فهو سقف، سواء كان بعيدا عنك أو كان متوسطا في بعده أو كان قريبا. إذن فهذه هي هذه الإشارة إلى سقف موجود. هذا السقف هو السماء، والله تعالى جعل السماء سقفا محفوظا وسماها سقفا مرفوعا. إذن نبقى دائما مع كلمة السقف التي تفيد أن هنالك بناء، أن هنالك بناء. هذه الكلمة تشير إلى شيء، وإلى أن السماء ليست هي ما يتصوره الناس، أي هذا الفراغ الهائل الذي يأتي فوق رؤوسنا، ليست هي الفراغ الذي الهائل الذي هو فوق رؤوسنا لا نعلمه، ولكنه فراغ وانتهى الأمر. بعض الذين كانوا يطعنون عن القرآن قديما وإلى الحديث، قد تجدون هذا في بعض المواقع وقد رأيته أنا في بعض المواقع، يقول إن القرآن يمضي على طريقة القدماء، قدماء المصريين والعرب في الجاهلية الذين كانوا يتصورون السماء هي بناء، وهذا في نظرهم شيء لا يصح، لأن السماء ليست بناء. إذا كانت العرب في الجاهلية صورت السماء على أنها بناء ومرفوع على طريقتها في أوهامها، وكان القدماء قدماء المصريين يتصورون أن السماء بناء، والمسيحيون كذلك ينظرون إلى السماء على أنها بناء ولهم في ذلك تصاوير معروفة. فالقرآن حينما يتحدث عن أن السماء بناء ليس على طريقة هؤلاء في إثبات أن السماء فعلا بناء، لأن القرآن ذكر أن السماء بناء، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، إذن هي بناء. والسماء بناها رفع سمكها وأغطش، إذن السماء فعلا في النص القرآني بناء. إذا كان هؤلاء يعيبون على القرآن أنه قال إن السماء بناء، أي هي سقف أي بناء، لأنهم وصلوا إلى الحقيقة وربطوا ذلك باعتقادات الأشخاص في الجاهلية، فهذا الكلام يجب أن يبين. اعتقادات الناس في الجاهلية بأن السماء بناء هو فعلا من أوهامهم، لأنهم كانوا يتصورون أن السماء بناء كما أن المنازل هي بناء بهذا النوع. ولكن إن الذي يثبت الآن علميا هي أن السماء ليست فراغا. إن هؤلاء الذين يعيبون على القرآن أنهم قال إن السماء بناء هم واقعون في الوهم الذي يريدون انتقاده على القرآن، هم يتوهمون أن السماء فعلا فراغ وأننا نحن فقط نتوهم أنها بناء. لا يوجد الآن رجل من أهل العلم، لا أتحدث عن العلم الشرعي، العلم الطبيعي، يقول بهذا الكلام مطلقا. ما هي السماء؟ السماء هي عبارة عن مادة، مادة تكونها مجموعة من الغازات، هذه الغازات هي غازات مبتوتة منشورة وهي متخلخلة في الفضاء، ومن أهم مكوناتها الهيدروجين، وهو غاز يغلب على ما في السماء، و الهيليوم غاز آخر، وبنسبة أقل الأكسجين. هذه غازات، إلى جانبها أيضا بخار الماء، إلى جانبها أيضا إشعاعات. إذن فالذين كانوا يتصورون أن السماء فراغ وأصبحوا يعيبون على القرآن أنه قال إنه بناء أصبحوا سخرية الآن،
ما هذا أحد يتحدث عن هذا. السماء كما يصورها القرآن، أحاديث السماء في القرآن كثيرة، آيات التي تحدث عن السماء كثيرة وكلها معجز، وكلها يكشف السماء، ليست السماء التي كان يعرفها الإنسان العربي إذا جلس أو اتكأ في على الأرض ونظر إلى السماء، بل هي سماء أخرى جلاها القرآن وبينها السماء العلمية. السماء بناء محكم ومغلق أيضا، إذا كنت لا تراه فهو أيضا ليس مجرد بناء بل هو مغلق. وحينما يكون البناء بناء مغلقا، إذا أردت الولوج إليه، الدخول إليه، فإنما تدخله من باب، لأن الأشياء البيوت المغلقة لا يمكنك أن تدخلها إلا من باب إذا فتح لك الباب. إذا استطعت أن تحدث قوة أو ممرا تدخل، ولكن إذا ظل الجدار جدارا مغلقا مصمتا فإنك تظل في الخارج، لا يمكنك أن تدخل. إذن في السماء في منطق القرآن أيضا بناء، ومحكم البناء وهو مغلق ولا يمكن دخوله إلا بفتح الباب. ولو فتحنا عليهم زيد بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. هذه آية عظيمة جدا يقف عندها الآن العلماء بانبهار شديد للذين يقرؤونها ويمرون عليها. يقول الله تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء، بما السماء مغلقة يفتح لهم باب ليمروا به، فظلوا فيه يعرجون، بمعنى ليس العروج هو مجرد الارتفاع كما يقول الناس، العروج هو المسير بميل وانعراج، لأن الصعود هو صعود، ولكن العروج هو صعود مع نوع من الانحناء. لماذا؟ لأن هذا السماء فعلا هو سقف محفوظ ومغلق وله باب، فحينما تريد أن تمر منه لابد أن تكون لك شروط للمرور. شروط، ما هي هذه الشروط؟ أنت الآن حينما تريد أن ترفع إلى السماء شيئا، تدفعه إلى السماء مثلا مركبة فضائية أو صاروخ، لابد أن تحترم هذه الأشياء، لابد أن يكون في وعيك هذه الأشياء التي ذكرها القرآن، إلا لم يرتفع لك صاروخ أو أي شيء إلى السماء. لماذا؟ لأنك سوف تدفع بمركبة بصاروخ، أنتم لاحظوا شكل الصاروخ أصلا هو شكل في رأسه فيه زاوية حادة ليس مستعرضا. لماذا؟ لأنه أساسا يعلم أنه سوف يواجه بشيء، كل ما كان الجسم الذي تدفعه في اتجاه مستعرضا كان بطيئا، وحينما تجعله محدودبا على هذا الشكل فإنك تجعل الأشياء التي تعترضك تمر عن اليمين وعن الشمال. السفينة مثلا تمر ولها دائما هذا الشكل، وهو هذا الشكل الخاص الذي يجعل الماء ينساب عن يمينها وعن يسارها. لاحظ، لو حينما تكون السفينة مستعرضة في الأول فإن كتلتها تدفعها إلى الوراء، ولذلك لابد أن يكون لها جسم انسيابي، هذا الذي يسمى جسم انسيابي. السمكة كذلك مخلوقة على هذا النحو، كل سمكة تراها إلا وترى أن هذا الشكل هو شكلها، ها هي شكل انسيابي، ثم يأتي الضخامة في وسطها لأنه يسمح لها بالمرور عبر أمواج، عبر مياه البحر أو النهر. إذن دائما هذا أمر موجود مطلوب لتسهيل المرور. إذن فهذا الذي يمر من المراكب الفضائية إذا ذهب إلى السماء لابد أن يعتبر، أن يعتبر صانعه أن السماء ليست فارغة. لو اعتبر صناع الصواريخ أن السماء فارغة لم استطاعوا أن ينجزوا شيئا لأنهم لا يبالون، ولكن حينما يصعدون هذه الأقمار، هذه المراكب،
يعتبرون أن هنالك مقاومة ستواجه. من أين تأتي المقاومة إذا كانت سماء فارغة؟ إن هذه السماء فيها هذه الكتل من الغازات، فيها أمر آخر، هو قانون آخر، وقانون قانون الجاذبية الذي يجتذب الأشياء إلى الأسفل، وقانون آخر هو قانون القوة الطاردة الدافعة، أي القانون الذي تضعه أو القوة والكتلة التي تدفع بها هذه الكتلة، لأن الصاروخ لابد أن يدفع بكتلة بأشياء تحترق وتدفع به إلى الفضاء، فيكون التوازن بين هذه القوة الجاذبة والقوة الطاردة، ولا بد أن ينسجم ذلك أيضا مع كتلة الجسم الذي ترسله. فإذا كنت سترسل جسما ضخما فلا شك أن الجاذبية ستكون أضخم، ولا بد أن القوة الطاردة يجب أن تكون في مستوى التناسب بين القوة الجاذبة والطاردة، بمعنى أنك لا يمكنك أن تدفع بصاروخ قوي بقوة صغيرة، فلا بد أن ترفع القوة وبذلك يمر. ولكن حينما يمر هذا صاروخ مثلا في الفضاء لا يمضي إلا على نحو انسيابي، لا يمكن أن يمضي مستقيما، لا بد أن ينعرج. وأنتم تلاحظوا كيف تلاحظون إطلاق الصواريخ في بعض المرات، وأنها لا تذهب إلا بنوع من الانحناء لتفلت من قبضة القوة التي تجتذبها إلى الأرض. معنى هذا كله أن السماء ليست فراغا، كل هذا يحدث لأن السماء مشغولة مملوءة، لذلك قال الله تعالى لظلوا فيه يعرجون. إذن لظلوا، لو فتح الله عليهم هذا الباب، وقد فتح الله للناس هذا الباب حينما صنعوا الطيران، حينما صنعوا الصواريخ فقد فتح الباب، ولو فتحنا عليهم بابا من الذين سبقوا لم يكن الباب مفتوحا لهم، ما كان أحد يستطيع منهم أن الواحد منهم أن يخترق هذا المجال الذي يعيش فيه. لكن حينما فتح للناس هذا الباب بالعلم، حينما وفق الله الناس إلى هذا العلم فتح عليهم، ولكنهم صاروا فيه يعرجون وصاروا فيه يخترقون هذه المواد. ليس الآن هناك على وجه الأرض من أهل العلم الذي هو علم طبيعي يقول بخلاف هذا. إذن القرآن حينما سمى السماء سقفا وسماها بناء فهو سبق العلم، والأغرار الذين كانوا يعيشون في الوهم ويتصورون أن السماء إنما هي فراغ وأن القرآن صورها أنها بناء وأن البناء هو أسطورة، هؤلاء كانوا أسطوريين، لأنهم لا يتصورون البناء إلا في شكل معين، هو الحجارة والإسمنت مثلا. لكن الله تعالى رفع السماء بغير عمد، بماذا؟ بأساليب أخرى، بالجاذبية، بهذا النظام، هذا النظام الذي يمسكه الله سبحانه وتعالى فلا ترتطم فيه الأفلاك الكواكب ويمضي تمضي الأشياء، هي مرفوعة ولا ليست مرفوعة؟ هي مرفوعة بأي شيء بغير عمد، ولكن بما هو أقوى من العمد، بالإرادة الإلهية وبالقانون الفيزيائي الذي وضع الله تعالى فيه، وضع عليه، صمم الله تعالى هذا الكون. إذن لنكن متوقفين عند هذه الآية، عند عظمة الآية التي تقول بأن هنالك سقفا وهذا السقف مرفوع وهو السماء. إذن ما علاقة الآن السقف المرفوع مع ما سبق من البيت المعمور ومن الطور والكتاب المنشور؟ ما العلاقة؟ قلت إن ما سبق هو إشارة إلى النبوات، الطور إشارة إلى نبوة موسى عليه السلام، البيت المعمور إشارة إلى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الآن عن سقف مرفوع فهو شيء آخر، هو تمهيد واستدلال قرآني لما سيأتي فيما بعد، لأن الله تعالى حينما يتحدث عن هذا كله يقول إن عذاب ربك لواقع. كيف يوقع العاجز العذاب إذا كان عاجزا؟
العاجز لا يعقب، هو عاجز. ليعطيك الله شواهد القدرة فتؤمن بأن الله إذا قال إنه قادر فهو فعلا قادر. من أين جاء الناس الزيغ؟ جاءهم من اعتقادهم بأنهم سيطروا على الأرض، وأن الإله العلم صار إلها، وأن الناس ما عادوا في حاجة إلى أن يؤمنوا بالإله، لدرجة أنهم كانوا يعلمون الأبناء أن درجة الإيمان بالدين إنما هي درجة من درجات الضعف البشري. نحن مررنا بمراحل، من مرحلة غيبية بمرحلة السحر بمرحلة كذا، ثم بالمرحلة الدينية، ثم دخلنا الآن بالمرحلة الوضعية التي أصبح الإنسان فيها مستغن عن الإله. هذه المرحلة، هذه المرحلة هي التي يقول الله لك فيها احذر إن الله قادر. وفي مرة بعد المرة دائما يأتيك من الله إشارات لتقول لك يا هذا إنك لن تستطيع أن تعدم الإله، لن تستطيع أن تعدم الإله، ستصل شيئا من العلم ولكن اعرف أن الله هو متصرف. إن كنت شاكا في ذلك فانظر في هذه الإشارات. السقف المرفوع، السقف المرفوع، لو حاول الناس بأجهزة متعددة، بكل الأجهزة المتخصصة الآن في دراسة الفضاء، أن يجمعوا أسرار الله في هذا السقف المرفوع، ما استطاعوا ذلك. أي كل البحوث التي أنجزت من القديم إلى الآن إنما تحاول أن تكتشف جزءا وزاوية من هذا السقف المرفوع. كل مرة يكتشف الناس شيئا، وكل مرة تسمع انتهى العلماء، اكتشف العلماء أن هنالك ثقب أسود، اكتشفوا كذا. فأنت الآن في بيت كبير تكتشف كل يوم غرفة صغيرة منه أو زاوية منه، ولذلك يجب عليك أن تتواضع، ولا يكون العلم هو المدخل إلى الإلحاد. العلم مدخل صحيح إلى العلم، إلى الإيمان لا إلى الإلحاد، ولكن الإنسان حينما يحرف ينتهي لهذه النهايات الخاطئة. ثم بعد ذلك يتحدث الله تعالى عن شيء آخر وهو البحر المسجور. لاحظوا الكلمات كيف هي قوية، كل كلمة الآن معبرة وقوية، ولو استطعت ربما لو حاولت أن تقف معها يقف الناس، ستستغرق ذلك شيئا كبيرا من الوقت ومن البحث لأجل أن ينتهي. المسجور قالوا هو من معنى السجر بمعنى الملأ، الملأ، وهو أيضا من معنى له معنى آخر هو معنى الإحراق والإشعال. فأنت تقول سجرت الإناء بمعنى ملأته ماء، أو سجرت النار، أو سجرت النار إذا أنت أضفت إليها الهواء لتزداد اتقادا، تكون النار خافتة فتنفخ عليها وتسجرها فتصير حينئذ ملتهبة. هذا معنى تسجيرها، أي أن تنفخ فيها لتوقظها ولتحييها ولتقويها، لأن النار تستفيد من هذا الأكسجين وتقوى. فهما إذن معنيان، معنى الملء ومعنى الإحراق، ونحن لابد أن ننظر في الآية بالمعنيين معا، بمعنى لأن كلاهما، لأن الملء والإحياء والإشعال كلاهما من المعاني التي هي معروفة في العربية وفسر بها، فسرت بها الآية. قالوا إن قول الله تعالى والبحر المسجور أي بمعنى المملوء، لعل الله تعالى يريد به مطلق البحار، أي البحر الذي يغطي اليابسة بنسبة 70%. هذه الأرض مغطاة بالبحر، والبحر ليس هو مكان فقط مكان موت الناس، البحر مكان تواصل الناس، ما فيه من النعم، ما فيه من الخيرات، ما فيه من الأسماك، ما فيه من الكنوز شيء كثير. حياة البحر هي حياة أخرى، حياة أخرى ونعمة أخرى، وعليها وعلى الفلك تحملون. إذن البحر نعمة كبيرة. هذا البحر مملوء، أي كأن القرآن يشير إلى أن هناك بحرا غير مسجور غير مملوء، وهو الأنهار. الأنهار تكون يوما ما مترعة بالمياه مليئة في الشتاء وحينما تأتي الفيضانات، ثم يقل ذلك الماء وينضب، ولعل بعد
الأنهار تصير فيما بعد أودية، الوادي لا وادي هكذا، لا ماء، لا ماء فيه كما هو في المناطق الصحراوية. إذن فهو ليس بحرا بمعنى مسجور، ولكن البحر الحقيقي هو بحر دائما ممتلئ لا ينقص ماؤه. بل أنتم تلاحظون أن هذا البحر الآن مع توالي الأيام يخاف من زيادة مائه. الآن الخوف الآن الحاضر والمرتقب هو أن الماء، أن البحر يزداد ماءه، ولذلك تقع الآن فيضانات مهولة. هناك أراض منخفضة في آسيا، في بنغلاديش مثلا، تعيش هذه الأراض توجد في مستوى منخفض، فلذلك دائما هي تكون مهددة بطغيان البحار عليها. بعض المدن الآن في إيطاليا، مدن تاريخية معروفة بأنها مهددة بأن مياه البحر ستغمرها، خصوصا بعد أن أصبحت هذه الكتل الجليدية تذوب وتضاف مياهها إلى مياه البحر، فأصبح منسوب المياه يرتفع. لا أحدثك فقط عن حالات أخرى، هناك حالات هجوم فيها، هجوم البحر مثل تسونامي، مثل هذه الحالات التي وقعت، وقد وقعت في تاريخ كل المناطق في المغرب، وقعت في بعض الدراسات تشير إلى أن البحر فعلا في المغرب قد ارتقى في منطقة البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، وأنه كاد يغمر بعض المدن مثل الرباط وما إلى ذلك في تاريخ الماضي. إذن فالبحر دائما ضخم وواسع وعامر، وهو دائما إذا أخذنا هذا مملوء مسجور بمائه الذي أودع الله فيه، بما يصب فيه من الأودية من الأنهار، بهذه الأشياء التي تلاحظون، وهو دليل عظمة الله سبحانه وتعالى. أيضا البحر دليل على عظمة الله سبحانه وتعالى، وهو المزود لهذه الكرة الأرضية بالمياه، حينما يتبخر ماؤه ويرسله الله سبحانه وتعالى إلى جهات نائية، فتأتي هذه الدورة، دورة سقي الأراضي والأناسي وما إلى ذلك. إذن فهي إشارة إلى هذا البحر عموما. وقيل لعل المراد به البحر هنا بحر خاص هو بحر القلزم، هذا البحر الذي أغرق الله فيه فرعون، لأن هذا البحر طوي وجفت مياهه، ومر به موسى وقومه، ثم أغرق الله فرعون، فكان هذا أهم ما يعرف به هذا البحر، أنه البحر الذي أغرق الله فيه فرعون. وهذه حقيقة قرآنية جاءت في كل الآيات التي تحدث عن هلاك فرعون، فهو من هذا معمور أو مملوء بالماء الذي جاء بعد جفافه، جففه الله تعالى لمدة ثم ملأه ماء فأغرق بذلك الماء، وبهذا الأسلوب مر من شاء الله أن يمر وأغرق الله من شاء أن يغرق فيه. قد قيل بهذا أيضا في التفسير، في بعض كتب التفسير. لكن حينما نذهب إلى المعنى الآخر، وهو المسجور بالمعنى الآخر بمعنى الإحراق، لا شك أن الإنسان يتساءل كيف يكون البحر مسجورا أي مشتعلا، ومنه قول الله تعالى وإذا البحار سجرت أي أشعلت. فإذا كانت مياه البحر هي التي تستعمل في إطفاء النار، فكيف يمكن أن نتصور أن النار، أن مياه البحر تصير هي نفسها نارا، مع أن النار إنما تطفأ بمياه البحر؟ هذا دائما السؤال كان يطرح على كثير من الناس، خصوصا حينما يأتون، ولعل الناس حينما ذهبوا إلى تفسير المسجور بمعنى المملوء إنما ذهبوا إلى ذلك ليفروا من هذا الأمر، وهو أنهم لم يستطيعوا أن يتصوروا كيف أن البحر يمكن أن يكون مشتعلا، فمن هنا فروا إلى المعنى الآخر لعل ذلك. ولكننا نحن دائما نمشي مع هذه الآية، مع هذا المعنى أي البحر المشتعل.
وهذه قضية يمكن أن نقول فيها إن البحار هي بطبيعتها مخالفة، أو الماء تطفأ به النار، ولكن أي نار هذه التي نتحدث عنها؟ هي النار التي عاهدناها وعرفناها، نار عادية، نار كنا نعلمها من خلال الأشياء التي نشتعلها من الحطب، وكانت نارا خافتة. لكن هل كان الإنسان قديما يتصور أن هنالك نارا هي أقوى من هذه النار؟ هذا السؤال. كان الإنسان لا يستطيع أن يقوى على تصور أن هنالك النار أكثر من هذه النار التي كان في أحسن الأحوال يصهر عليها المعادن، هذه النار. لكن أي نار عرف الإنسان فيما بعد؟ أين هي النار التي يتحدث عنها؟ نار أخرى لا صلة لها بالنار الأولى. قد يقول ومع ذلك، أقول لنعد نحن إلى ما شاهدناه. هذا المشهد الذي يذكره القرآن رأيناه. حينما ربما تسترجعون الآن، ويمكن لأحد منكم أن يعود إلى مواقع ليتحدث عن أحد الزلازل الذي كان في اليابان، زلزال كوبي. كوبي كانت هناك صور، صورتها بعض الوسائل ونشرتها. كنا نرى أن البحر تخترقه بحار من البترول تمر فوقه هكذا وهي مشتعلة، والنهر كذلك أو البحر لا يطفئها لأنها كانت غزيرة، كانت سميكة. هذه الكتلة من البترول كانت قوية جدا، بحيث إن الذي كان يلامس البحر إنما هو أسفلها. ولذلك كنت ترى، هذا أمر رآه الناس، كنت ترى أن النار تسير فوق البحر وظلت هكذا تسير، ويمكن للإنسان أن يرى هذا في زلزال كوبي. هل شاهدتم أنتم هذه النار التي اشتعلت منذ زمن ليس ببعيد في خليج المكسيك حينما وقعت تلك المنصة؟ وقعت منصة من منصة أو منصة من منصات البترول، وقذفت النار التي اتقدت ب13 جثة أو شخص إلى البحر، وظلت هذه النار مشتعلة معنا في البحر. وأنتم تعرفون كم استغرق الوقت بعد ذلك من أجل إيقاف ذلك التلوث، وكيف أن كثير من الدولة العظمى الآن أمريكا وقفت عاجزة إلى أن هذه البقعة، بقعة الزيت، كنتم تسمعون هذا الكلام، تعقلوا إلى هذا، بقعة الزيت كانت تنتشر، وكان الناس يظنون أن هنالك كارثة بيئية ستقع. وفعلا كان جهود كبيرة، وكل الذين كان بإمكانهم أن يطفئوا وأن يوقفوا هذا الزيت، هذا البترول الذي كان يشتعل، فعلوا ما استطاعوا، ولكنها لمدة طالت فيما يزيد ربما عن 40 يوما. إذن هذا النار حينما تشتعل، من يقترب منها ليطفئها؟ ماذا يمكن أن يفيدها رجال الإطفاء ولا غيرها؟ إذن الناس دائما كانوا يتحدثون عن النار الصغيرة التي كانوا يسيطرون عليها بسهولة. هذا شيء قليل مما رأيناه، ولكن النار في علم الله تعالى لسنا ندري ما هي أنواع النيران التي بقيت لم نرها ولم نشاهدها. ثم إن هنالك جوابا آخر حينما نتحدث عن البحر المسجور، وهو جواب يقول به العلماء. أي العلماء ما عندهمش مشكلة، دائما كيجبروا المشكلة يجبروا عند الجهال، هما اللي يستعجلوا، هما اللي يشكوا في البداية، العالم عنده الجواب. حينما نأخذ الماء، الماء تطفأ به النار، ما هو الماء؟ أي علميا H2O هو عبارة عن H هيدروجين بنسبة ذرتين إلى الأكسجين بنسبة صافي. حينما تستطيع أن تعزل غاز الهيدروجين عن الأكسجين والمجتمعين بهذه النسبة، تفصل بينهما، فإنك تستخرج الهيدروجين، ومن سمة الهيدروجين
أنه قابل للاشتعال، الهيدروجين يشتعل، والأكسجين هو أيضا سبب من أسباب الاشتعال، مقوي الاشتعال، وذلك بمجرد أن تعزلهما تشعل. إذن الماء هو أصله من أهوية أصلها نار. الماء الذي يطفئ النار حينما يفكك، بماذا يجتمع هذه النسبة من الأكسجين والهيدروجين؟ بماذا تلتقي؟ تلتقي بنوع من الكهارب بالإلكترونات الجامعة بين هذه النسبة من الأكسجين والهيدروجين فقط، بمعنى حينما تزيل تلك النسبة وحينما تتحلل يعود الأمر إلى غازات قابلة للاشتعال. إن هل يعسر على الله تعالى حينما يريد أن يجعل هذا البحر مسجورا أن يفعل شيئا هذا الإنسان يستطيع أن يفعله؟ إذن فالناس الذين دائما يبادرون إلى الإنكار يبادرون انطلاقا من أنهم هم معيار الحقيقة وأن الحقيقة هي ما يعتقدون، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى ذكر أن البحار تسجر، وتسجر بالمعنى الذي هو تحرق، وتشعل بمعنى أن ذلك واقع. نحن نرى أن هذه البحار الآن ولو في هذا المدى المنظور الذي رأينا فيه أن البحار لا تفعل شيئا أمام هذه الغازات، أمام البترول، أمام السوائل المشتعلة التي لم تستطع النيران لم تستطع هذه المياه أن تطفئها إلا بعد مدة طويلة، أو يتم بهذه الطريقة تحليل التحليل الكيميائي وتكون الأمور ميسورة. وعلى كل حال إنما هذا نقوله من أجل أن نبحث في حدود علمنا ومعرفتنا، وإلا فإننا نعتقد أن الله على كل شيء قدير. هذا هو الأصل. حتى إذا لم نصل نحن إلى فهم الآية وكيف يتم ذلك فنفوض ذلك ونعتمد دائما على قدرة الله. طلاقة القدرة هي الضمان بأن كل شيء ذكره الله تعالى هو متحقق. ونحن نؤمن بالله بأن الله ليس من قدرته فقط أن يشعل البحار، بل هو يحيي الأموات، يعيد الحياة، وهو شيء كبير جدا. فإذا كنت يشكل عليك أو يتردد الإنسان في هذه في فهم الآية كيف يفهم أن الله يحيي الموتى؟ وقد كان الناس قديما يشمخون بأنوفهم ويقولون للمسلمين أنتم أيها المسلمون سدج وبسطاء، لأنكم تنكرون قوانين الطبيعة. الذي مات لا يحيا، المات انتهى ومات. هذه المقولة ليست جديدة، هي مقولة الدهريين عبر التاريخ، قالوا وما يهلكنا إلا الدهر، وقالوا وما نحن به مبعوثين. إذا ليست فكرة جديدة، ولكن حينما استطاع الإنسان الآن بجهده البسيط بجهله وبعجزه استطاع الآن أن يبرز نوعا جديدا من الإحياء عن طريق هذا العمل، الاستنساخ أبطل كل، لأن كل عمليات القديمة أو كل قوانين أنه لا يمكن أن يكون هناك جنين أو موجود إلا عن طريق التخصيب المعروف، هذه طريقة أخرى كان الإنسان في غفلة يعني لم يكن يعرفها ولكنها وجد. فهل الإنسان يستطيع الآن أن يفعل كل هذه الأشياء ومع ذلك يبقى للإنسان شك في قدرة الله تعالى؟ طبعا لا. إذن هذان، أي قول الله تعالى والسقف المرفوع، وقوله تعالى والبيت والبحر المسجور، يضافان إلى ما سبق من حديثه سبحانه وتعالى عن الطور وكتاب المسطور، وحديثه عن البيت المعمور، هما هذا الأول حديث عن النبوة، الآن حديث عن القدرة. والنتيجة فيما بعد إن عذاب ربك لواقع، أي مما جاء به موسى وجاء به محمد صلى الله عليه وسلم النظارة والتخويف من عذاب الله بعد أن يموت هذا الإنسان. قد قال هذا موسى وقاله
محمد صلى الله عليه وسلم وقاله جميع الأنبياء. إذا كنت تستشكل كيف يتم هذا فخذ عبرة مما أبرزه الله تعالى من آيات ضخمة: سماء مرفوعة، بحر مسجور، فكيف يعز وكيف يشق على الله ويمتنع على الله تعالى أن يعاقب الخلق. ذلك سيكون من أهون الأشياء، وسيمكن ذلك بإحياء هذه الرمم وبمحاسبتها وبمعاقبتها. إذن كل الأدلة الآن موجودة. لاحظوا، هذا نقاش قرآني حديث مع العقل ليبين للناس أن هذه القضايا وإن كانت قضايا غيبية ولكن القرآن يقربها بهذا الأسلوب الذي جعل الإنسان متأكدا منها. إن شاء الله الأسبوع المقبل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.